التعقيب. لكن معانا السيدة فيفيان، دكتور فيفيان فؤاد من المجلس القومي، منسق الاستراتيجية القومية لتمكين الأسرة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير يا فندم. فندم، بس هو مش المجلس القومي للسكان، مش هو الإنسان. أهلا وسهلا يا فندم، عفوا يا فندم. أنا بس عايزة أسأل حضرتك، هناك حديث عن تشريع ستتبناه وزارة العدل للتصدي وبحسم. حضرتك كنت من حضرتي المشاركات والفعاليات الخاصة بهذا المشروع، هنعمل إيه؟ صحيح يا فندم، هو مشروع مشترك ما بين وزارة الصحة ووزارة العدل، لأن إحنا في المجلس القومي للسكان رافضين إنه حالات زواج الأطفال هي واحدة من أهم المشاكل اللي بتزود سنة الزيادة السكانية. كل سنة ما يقرب من نص مليون طفل بينتجوا عن زواج الأطفال في المجلس السنوي، بالإضافة إلى أنه زواج الأطفال هو انتهاء حقيقي لحقوق الأطفال في التعليم وفي الصحة. البنات اللي يتجوزوا ويحملوا قبل 18 سنة علميا وده ثابت في كل العالم، هم بينتهكوا جسديا وبيبقى فرصهم في الحمل السليم بتقل، وفيات الأمهات بتزيد وفيات الأطفال بتزيد، فهي مشكلة كبيرة. أما بالنسبة للقانون فأنا أحب بس أوضح بعض النقاط. إحنا الحقيقة هي القضية مش قضية المقاسين، مين يكتب العقد مين ما يكتبوش، أصل ممكن المحامي يكتب العقد، شيخ البلد يكتب العقد، ده عقد عرفي زي ما صحيح النائبة تفضلت وقالت. إحنا مشكلتنا في الزواج نفسه، عملية الزواج نفسها. القانون المصري النهاردة هو صحيح بيجرم، بيقول إن أنا الدولة لن توثق العقد إلا لما الولد والبنت يوصل 18 سنة، لكن مفيش أي نص في القانون المصري بيمنع الزواج في حد ذاته. يعني من حق الأب إن هو يزوج بنته في أي وقت في أي سن متى شاء أينما شاء، هو ده اللي القانون بيتكلم عنه النهارده. النهارده القانون اللي شاركنا في مناقشته هو بيتكلم عن إنه ذكاء الزواج نفسه سوف يجرم لكل المشتركين فيه، الأب، الزوج، الشهود، اللي وثق بقى العقد العرفي ده سواء كان مأذون أو محامي أو شيخ بلد، بغض النظر عن هو صفته ايه. يعني حضراتكم عايزين تعملوا نوع من الرضع، ان هيكون في احكام رادعه وحاسمه في ده. انا ما اقدرش اتكلم عن الاحكام لان لسه النسخه النهائيه للقانون لسه في وزاره العدل، لكن احنا بنتكلم عن تجريم زواج الاطفال نفسه. تجريم زواج الاطفال ما هي كمبدا او كفكره موجوده، لكن ما هي كانت موجوده ومع ذلك كان عندنا كل المصايب دي، ايه الجديد بقى؟ لا، زواج الاطفال ما كانش مجرد في القانون المصري قبل كده، التوثيق بس هو اللي كان ممنوع. التوثيق اللي كان ممنوع، التوثيق اللي ممنوع ولقوا فيه في هو معلش انا اسفه يعني ان توثيق يعني الزواج هو اللي كان ممنوع، لكن الزواج قانون التسع حط قيدين على 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 الزواج. حط قيدين، اول حاجه ان هو الاثنين يبلغوا سن 18 سنه، ثانيين اللي هي الكشف الطبي، دول القيدين، لان احنا بنتكلم على حق هو حق رباني، احنا بس حطينا ليه قيدين للتنظيم، لكن ما اقدرش امنعه. ما فيش حاجه بتتكلم على حق في الزواج لان هو حق جاي استند الى ارث شرعي. نعم بس لكن هناك قواعد حط تنظيميه من الاجراءات الجنائيه في ماده 291 اللي مش مقرره الاولى، كان برضو بيجرم الزواج القاصرات ولكن ما كانش بمفعل غير مفعل. هو ده اللي انا اقصده بالظبط يا دكتوره فيفيان. لا يا فندم، القانون الجديد مش بيتكلم عن التوثيق، بيتكلم عن سهل الزواج نفسه. يعني الاب اللي هيجوز بنته، الاب اللي هيجوز بنته تحت السن هيتعرض للعقوبه. تمام، ايوه، اللي هيتجوز بنت تحت السن هيتعرض للعقوبه. ده احنا ده الجديد اللي في القانون، مش عقوبه المأذونين، لان عقوبه المأذونين اوريدي هي موجوده في القانون الحالي. احنا بنتكلم عن يتحمل ولي الامر مسؤوليته. بالظبط، مظبوط كده، الوالي. ده صح، اعتقد هو ده المحتوى اللي ناقشه الازهر الشريف، هو ده المحتوى اللي وافق عليه، هو انه اولياء الامور اللي هم بيزوجوا ببناتهم في مشاكل وفي ساعات بيدعوهم بالفلوس في اتجاهات اقرب للاتجار بالبشر، وساعات بيجوزوهم لاغراض تجاريه وعلشان يحمي ورث البن ورثه بالارض وعشان يعني عايز ياخد قرشين ويجوزها، كل ده هيجرم. يعني الاب نفسه ولي الامر هيجرم في هذا الموضوع. تمام، هو ده الجديد اللي ربما يكون رادعا لهذه المساله. دكتورة فيفيان فؤاد، وهو ده اللي أنا كنت بطالب بيه بصفة مستمرة.